صباح الخير لكم مرة ثانية أعزائي، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ويعني الجميع يسعى إلى الريادة، الريادة في كل شيء، ريادة الأعمال. اليوم رح نحكي عن مبادرة شبابية هي بتحكي عن الريادة، مبادرة ريادولوجي. رح نحكي تفاصيل أكثر عن هالمبادرة من خلال مؤسس المبادرة أمين المعايطة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا وعامر أبو دلو، صباحك سعيد. صباحك ومرح الرواشد، أهلا وسهلا فيك. الله يسعدك، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. على تأسيس هالمبادرة اللي من اسمها بالتأكيد طبعاً كتير مهم، لأنه كتير هلأ مهم نركز على ريادة الأعمال. تحكي لنا عن بداية تأسيس المبادرة والفكرة. أول شيء اسمحي لي أوجه شكر للتلفزيون الأردني على هاي الاستضافة اللطيفة، وبما أنه نحن شباب أول شيء بشكرك أستاذة دامة على هاي الاستضافة. نحن نستمد نفسنا من جلالة سيدنا الملك عبد الله، من ولي العهد سموه الأمير حسين. نحن كشباب فعليا انطلقنا بال 2015، كانت تجربة شخصية. أنا كطالب بزنس تخرجت من اليرموك، كان عندي إيمان أنه لازم يكون عندي شركتي الخاصة، مش مقتنع أنه لازم يكون الشاب موظف أو إلى آخره. فبناء على شغلي أيام الجامعة حوشت وفتحت أول شركة، بس بسبب عدم وجود التوجيه، بسبب عدم وجود حدا يحتوينا أو حاضنات أعمال، خسرت أول مشروع. مع هيك أصريت وظليت مصر أكثر أني أفتح كمان مشروع، لا لازم ما أروحش أتوظف، لازم أشتغل. فكانت هاي الفكرة أنه رجعت عملت كمان بزنس. فهذا البزنس كان أحسن من البزنس الأول، بس مع ذلك ما كان في منتور، ما في كان حدا يوجهني فعليا نحكي كمان، فخسرت. هنا أخذت أنا نفس، فكرت شو أكثر المشاكل اللي بتواجه الشباب إربد. عم بحضر دورات في مجال ريادة الأعمال، بس ما في كان في متابعة، أو في إنه نأخذ لترينينج بس ما في إنه متابعة من حيث إنه حدا يربطنا مع مستثمر، أو حدا يربطنا مع حاضنات أعمال أو مسرعات أعمال. هون طلعت فكرة ريادولوجي. ريادولوجي هي عبارة عن مبادرة، معناها علم الريادة، هي عبارة تختص بتأهيل الشباب من A to Z في كيف إنه يكون هو انتربنور. يعني مش بس إنه أنا بعلمك كيف أنت تنشئ مشروع، أنا بشتغل على اللايف سكيلز تبعيتك، بعلمك كيف تعمل بيتشنج، توقف تشرح فكرتك، كيف تعمل ماركتينج، كيف تسوق نفسك. بعد ما تكون أنت حدا قادر توصل فكرتك، تنقل فكرتك لنموذج عمل تجاري. نموذج عمل تجاري بعدين أنت بتصير قادر إنك تعرض فكرتك قدام انجل انفستور أو انكيبيترز أو اكسلريترز. انطلقنا ب 5/8/2017، عمرنا 4 أشهر. الحمد لله حصلنا على زمالة بادر اللي تابع على منظمة الشباب الدولية، حصلنا على ثاني أفضل جائزة ريادية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية مع الأمم المتحدة للمتطوعين. طبعا خلال 3 أشهر الحمد لله رب العالمين قدرنا نساعد بنتين بإطلاق مشاريعهم الخاصة. وكانت الفكرة إنه أول بنت هي عبارة عن ثالثة على دفعتها، بس لأنها من سكان إربد ومش قادرة تطلع على عمان، فربطناها مع أنجل إنفستر. فحاليا هي بتورد منتجاتها لعشر محلات في إربد. الصبية الثانية هي أول فتاة في قريتها بتفتح محل، فالناس انصدموا كيف بنت تفتح محل. فهي كانت أول قصة نجاح، برضو ربطناها مع منظمة عالمية عشان التمويل. يعني جميل أنه بهاي الفترة البسيطة قدرتوا تحققوا كمان إنجازات، يعني مش بس مبادرة تم إطلاقها وكلام عن المبادرة وعن تحقيق أهداف معينة أنتوا حاطينها، لكن أيضا أنتوا قدرتوا توصلوا، وهذا شيء كتير جميل. رح نرجع نتابع ونحكي تفاصيل أكثر، لكن بدي أسمع تفاصيل من عامر. تحكي لنا عن، يسعد صباحك، تحكي لنا عن مشاركتك في المبادرة. بصراحة مبادرة ريادولوجي هي مبادرة جدا مختلفة عن أي مبادرة ثانية. يعني نحن أنا مش أول مرة بتطوع بأي مكان، ولكن المرة هاي يعني اشتغلنا على مبادرة كانت نوعا ما مختلفة عن أي شيء آخر. نحن حاليا عم ندرب، عندنا أكثر من برنامج أول شيء، تمام؟ في المبادرة هاي أطلقنا أكثر من برنامج. عندنا أول شيء برنامج شي إز إنتربرنور، هو برنامج كثير مهم، برنامج يهدف إلى تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال. عندنا برنامج اللي هو مجلة ريادولوجي بتحتوي على أهم أخبار ريادة الأعمال على المستوى المحلي في الأردن. عندنا كمان برنامج اللي هو برنامج بيرسونال تريننج، التدريب الشخصي، إنه أي حدا عنده فكرة أي مشروع، تمام، نحن بنقوم بتدريبه وتأهيله زي ما حكى صديقي أمين من شوي، لحد ما يوصل مشروعه للتمويل أو إنه يفتح مشروعه أرض الواقع. الآن نحن صراحة في عندنا أكثر من شغلة هيك، يعني إن شاء الله للسنة الجديدة في أكثر من برنامج إن شاء الله رح نطلقهم إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. مرحبا، صباحك سعيد. صباح الورد. ما رح احكي لنا عن مشاركتك في المبادره. طبعا انا من الاشخاص اللي بحب التطوع بشكل عام، فشفت فورم ريادولوجي وطلبوا متطوعين، فقررت اني اتطوع معهم. وبس دخلت وشفت الشغف اللي عندهم والحب انه يساعدوا الناس الثانيه، قررت اني اكون جزء من هذا الفريق. وطبعا لقيت كثير من الحب والاهتمام من امين وعامر.
فالحمد لله يعني انا هلا مسؤوله عن مشروع شيء اذا ترب نور. هذا المشروع بيهدف لتمكين الفتيات من رياده الاعمال، من خلال رياده الاعمال بدنا ندرب الفتيات القرى. طبعا زي ما بتعرفي بمحافظه اربد عندنا اكثر من 400 قريه ما بيقدروا البنات يطلعوا على اربد ليتدربوا او على عمان، فاحنا ندرب بنات فتيات من الجامعه، ندربهم هم يروحوا يدربوا بالقرى بحيث كل البنات اللي هناك يقدروا يستفيدوا بدون ما يطلعوا على اربد او نغلبهم بالمواصلات او اي ظروف مختلفه كانت عندهم. جميل. أمين، كيف تعملوا يعني كيف بتوصلوا الفتاة هلأ من خلال التدريب طبعاً إنها هي تقدر تفتح مشروعها الخاص، لكن لما بتبقى بحاجة لمساعدة سواء كان مادية أو دعم للمشروع كيف تعملوا هذا التواصل؟ تمام. بالإضافة لزملائي زي ما حكوا، نحن عندنا صفحات السوشيال ميديا متوفرين دائماً على الفيسبوك، على الانستغرام، على سناب شات، على اليوتيوب. نحن بنشتغل من خلال قنواتنا الإلكترونية إنه نتواصل مع هدول الفتيات. فزي ما تفضلوا عندنا بنات مثلاً بيشتغلوا بنفس الوقت نفسهم يتدربوا نفسهم يشتغلوا، فبتواصلوا معنا، نحن بنحدد لقاء بالمكان والزمان اللي بيناسبها، ونحن عندنا مدربين متخصصين في عالم ريادة الأعمال متطوعين مجانا إنهم يقعدوا بشكل شخصي مع هذول البنات يمشوا بروسيس كاملة من A to Z. عندنا كرايتيريا معينة كيف يمشي، كيف يوصل المعلومة، بالإضافة حسب حاجة هاي البنت. هسا بعد ما البنت نفسها تتوضح الفكرة تبعيتها، إذا كانت الفكرة قادرة إنها توصفها كاملة نعملها. عندنا شبكة نتوركس، نحن من رجال الأعمال المستثمرين المهتمين جدا في الاستثمار بهاي المشاريع. فإذا البنت كان مشروعها قدرت تعرضه لهذا رجل أعمال نعطيها هاي الفرصة، رجل أعمال بيستثمر فيها زي قصة ضحى وشذا، أحد قصص نجاحنا يعني كانت من خلال رجال أعمال. 100% رجال أعمال. وكيف مشاريعهم هلأ؟ الحمد لله ناجحة الحمد جدا لله. عامر، إدي مهم العمل التطوعي، إيش أضاف لك كشاب يعني لسه في بداية حياتك؟ بصراحة أنا بلشت تطوع ب 2011 تقريبا، لغاية الآن الحمد لله غير من شخصيتي، يعني كنت إنسان مختلف تماما. الآن أنا حدا قادر كثير على كثير شغلات ما كنت زمان قادر إني أعملها. طبعا من أول قنوات التطوع عندي اللي هو هيئة شباب كل الأردن، كل الشكر طبعا للهيئة الحاضنة للشباب بكل المملكة، صراحة عرفتنا على كثير شباب، عملت عندنا شبكة تواصل جدا كبيرة، وصندوق الملك عبد الله كمان للمخيمات اللي بيعملها وللبرامج اللي بنفذها الصندوق. بعد هيك تطوعت مع راصد لمراقبة الانتخابات من مركز الحياة، حاليا مع ريادولوجي، وبالمقابل انه انا مع الكل يعني تمام. بس صراحة التطوع صقل شخصيتي كثير، غير من شخصية عامر كثير، كنت عامر مختلف، الان عامر اصبح عامر ثاني، وان شاء الله يا رب المستقبل كمان لسه في تغير اكثر. كثير مهم الانسان يكون متطوع، كثير مهم انه نحن نشعر بالفتيات الغير قادرات على الخروج من المنزل. عندنا كثير فتيات قصصهم بتألم، فتاة بتجيب 80 و89 بتوجيه علمي بتلاقيها دراسة كثير، ما مش قادرة تطلع على الجامعة، مش قادرة إنها تعمل إشي، عندها أفكار رهيبة. بتيجي بنت تحكي لك أنا عندي فكرة مشروع، بتسلمك المشروع كامل الفكرة، وكان معروض عليها تأخذ تمويل بس أهلها ما بيوافقوا. فأنت كثير مهم، كثير مهم انه احنا عم ندرب هذا، عم نحاول نساعد هذول الاشخاص، البنات اللي مش قادرات يطلعوا من المنزل. عم نبعث ناس مختصين من مجلس محافظه اربد، مجلس البلديه، مجلس المحلي، انهم يتواصلوا مع اهل هاي الفتاه. وصار في عندنا ناس مثل هيك، وشكرا كثير طبعا لمجلس المحلي ولمجلس المحافظه باربد تمام، تواصلوا مع اهل الفتاه ومكناها وقدرت انها تعطينا فكرتها وقدروا يوافقوا عليها تمام. فكثير مهم انه الواحد يكون كثير مبسوط بانه يشوف حاله عم بيساعد هذول الناس. صح. طبعا بهمة فريق العمل كامل، يعني بالتأكيد هو ما فيش نجاح إلا بيكون بهمة فريق عمل كامل ومتكامل. ما راح من خلال تعاملك مع الفتيات، احنا بنحكي عن فتيات مش قادرين يطلعوا من البيت، قدي لمستي فعلا البنت الأردنية عندها هاي الطاقة اللي هي حابة فعلا تطلعها بشيء مفيد؟ كثير من البنات بس قعدت معهم وشفت حكيت معهم عندهم كثير افكار بتخدم مجتمعنا وبتطوره اكثر من هم هيك، بس الفكره انه ما في دعم، ما في حدا يعني حاضنهم لهي الافكار. فاحنا هون دورنا بيجي انه احنا نحضن هاي الافكار ونقنع الاهالي انه بنتكم بتقدر تعمل شيء بالمجتمع، بتقدر تغير. فالحمد لله يعني كل اغلب القصص نجاح اللي تحققت معنا قدرنا انه نثبت للناس كلها انه في عندنا بنات وفي عندنا افكار بنقدر نخليهم يروحوا على المجتمع. امين، يمكن شيء كثير مهم ذكره عامر وكنت بفكر فيه لسه، انه المشكله احيانا مش بالفتاه، يعني احنا الفتيات انا متاكده عندهم طاقه كثير كبيره، نسبه قليله جدا اللي ما بتحبش تطلع على العمل وتقعد بالبيت، لكن النسبه الاكبر قد يكون عندها معوقات اسريه واجتماعيه بفعل طبعا العادات والتقاليد. لكن الى اي مدى كمان ممكن نشتغل مع الاهالي
ممكن نشتغل بشكل أوسع نوصل للأهالي، يعني مش كل فتاة منقدر نكتشف أنه عندها طاقة وأهلها مانعينها، لكن إدي إحنا ممكن نشتغل مع الأهالي لحتى نغير الفكرة. 100%. أول شيء نحن أجرينا دراسة على المجتمع الموجود في محافظة إربد، أثبتت هاي الدراسة وجود هاي المشكلة. هسا أكثر ميزة بتميز شيز انتربنور إنه نحن مندرب بنات من نفس المنطقة المحلية، يعني فعليا لما نيجي نتعامل مع صبية من مثلا كمثال قرية الجحفية كقرية في قرى إربد، فأنا لما نيجي نحكي أستاذ دامة بده حد يدربها، مش أمين اللي بدرب ولا مرح، فعليا بنت الجيران بتدربها. بنفس الوقت نحن منجيب للأهل قصص نجاح من نفس المنطقة المحلية، لأنه عندنا كيف بالعامية بلديات، فلما هو يشوف بنت فلان وهيها بنت فلان طلعت على الجامعة اشتغلت طلعت إشي راح يقتنع. برضه نحكي له أهمية دور المرأة، يعني فعليا إنه هاي بنتك هي يمكن تكون سندك بالمستقبل، هي اللي راح تدعمك وهي اللي راح تساعدك، مش إنه بس المرأة مكانها بيت وزواج وإلى آخره أو أولاد، أكثر من هيك يعني لازم أكيد لها دور كتير كبير. وهناك يمكن نسبة كتير كبيرة من السيدات اللي العاملات واللي أساساً هم مسؤولين عن أسر. بدي أشكركم على هاي المبادرة الرائعة، نتمنى إن شاء الله نستضيفكم فيما بعد ونسمع عن قصص نجاح أخرى أكثر من، ولو أنه يعني لما منقيس قصتين نجاح بأربع شهور فهو شيء رائع وإنجاز. يعطيكم ألف عافية. شكراً لكم. شكراً لكم. يعطيكم ألف عافية. أعزائي فاصل، متواصلين بفقرات برنامج يوم جديد، خليكم معنا.